فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كنا في مكان خارج البنيان كالمزرعة أو في الاستراحة ونحن جماعة ونسمع أصوات المؤذنين من بعيد، فهل يلزمنا الأذان؟ إذا كنتم تسمعون بدون ميكروفون فيلزمكم، أما إذا كنتم ما تسمعون إلا مكبر الصوت، ولو لم يكن هناك مكبر صوت ما سمعتموها فلا يلزمكم ذلك لأنه بعيد. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.